يا رب ما الأحزان من أنة تجري بقلب شكا ظلما تشرب بالغادر. يا رب ما الأحزان من أنة تجري بقلب شكا ظلما تشرب بالغدر. هي ابنة من أدى الرسالة صابرة وزوجة نبراس العقيدة والطهر. هي الوحي قرآنا لقوم تجاهلوا ومصداق آيات الشفاعة والصبر. أيا رب ما الأحزان من أنة تجري، أيا رب ما الأحزان من أنة تجري. هي الكوثر الرقراق طاب معينه، هي النور والقربى وريحانة البدر. فواها على جرم أهاج شجونها وذلك ما أدى إلى الموت والقبر. وكانت بريعان الشباب كريمة وفي كنف الهادي المجلل بالفخر.